Introduction. Multiple systems were developed to classify completely edentulous patients, depending on diagnostic and systemic findings. Among these systems, there's one system by the American College of Prosthodontics, ACP. It was chosen here to be discussed. يعني اكو هواية انظمة صارت عبر التاريخ العلمي حتى نقسم بيها المرضى الكومبليتلي edentulous. اكو واحد من هاي الانظمة سوتها الامريكان كوليج اوف Prosthodontists وهو اللي اخترناه هنا حتى نناقشه. Benefits of the classification systems. يعني شنو فائدة إن يكون عندنا classification system للcompletely edentulous patients. Number one, better patient care. يعني عناية أفضل بالمريض. لما نعرف شنو وضعية المريض بيا كاتيجوري هو نقدر نقدم له العناية الأفضل. Improved professional communication. يعني مثلا أنا أريد أتكلم ويا أحد الأخصائيين الآخرين أقول له مثلا هذا البيشنت اللي عندي مثلا فلان ديجري او فلان كلاسيفيكيشن. يعني هو مباشرة الطرف الاخر راح يفتهم صعوبة الحالة ويفتهم التحديات اللي ممكن يواجهها. More appropriate insurance reimbursement. يعني الدفع من قبل المؤسسات التأمين. مو كل الكومبليتلي edentulous patients راح يتقاضى عليهم الطبيب نفس البيمنت، لا، اكو ناس راح يتقاضى عليهم اكثر، اكو ناس اقل، اعتمادا على صعوبة الحالة. A better screening tool to assist dental school admission clinics. يعني مثلا احنا هنا بالكلية دائما نقول مثلا الفلات ريج او البيشنتس اللي ما عندهم fully developed ridge ما يقدرون يستلمون هالمرضى الاندر جراجويت. نقدر مباشرة نقول مثلا المرضى اللي فلان كلاس فلان كلاس ذولا يقدرون يستلمونهم مرضى او طلاب البكالوريوس، بينما فلان كلاس فقط طلاب البوست جراجويت مثلا طلاب الماستر ديجري او طلاب مثلا البورد بغير دول. Standardized criteria for outcomes assessment. يعني اذا مريض سوى دنشر وهذا الدنشر ما كان مناسب، احنا مباشرة نريد نحكم هل هذا مثلا العناية اللي سواها الطبيب هل كانت زينة بالقدر المناسب او لا. نرجع لمن؟ نرجع للكلاسيفيكيشن مالت هذا المريض، هل الكلاس مالته صعب علاجه لو الكلاس مالته سهل علاجه. اذا الكلاس مالته سهل علاجه والنتيجة مو ناجحة معناته راح يحتاج اعادة للعلاج او تحويله لاخصائي اكثر معرفة ودراية بهاي الحالات، بينما اصلا اذا الكلاس مالته من الصعب معالجته بهاي الحاله احنا راح نكتفي بالاوتكم اللي صارت عنده وراح نقول له انه يحاول يتعايش وياه. A review of the prosthodontic literature was used to identify the many variables associated with complete edentulous. These variables were differentiated into four subclasses. يعني احنا حتى نحدد هذا المريض شنو الوضعية عنده اكو عدة امور لازم نقيمها ببالنا، مثل الفيزيكال فايندينج، يعني شنو راح نشاهد بداخل الفم مال المريض، شنو راح نشوف مثلا من بقايا العظم، من الميوكوزا مالت البيشنت، من السلايفا مالت البيشنت، وغيرها من الاشارات اللي راح تحدد لنا سهولة أو صعوبة العلاج لهذا المريض. Prosthetic history، يعني هذا المريض هل سابقا مسوي تركيبات من أي نوع أو ما مسوي تركيبات، هل هذا المريض يعني البروستاتيك هيستوري كذلك تشمل الدنتال هيستوري، هل كان عنده مثلا بريودنتال ديزيز مثلا، هذا البيشنت كان عنده أي علاجات للأسنان أخرى، كلها هاي الأمور راح تحدد لنا أو تساعدنا بتحديد الكاتيجوري مالت المريض. هل المريض فاميليار ويا البروستيسيس لو أول مرة جاي يسوي بروستيسيس. Pharmaceutical history، يعني هذا المريض إيش ياخذ من علاجات، لأن بعض العلاجات تأثر على الأعصاب، بعض العلاجات تأثر على المسلز، بعض العلاجات تأثر على المود مالت البيشنت، بعض العلاجات ممكن تأثر على السليفري فلو، وبالنهاية systemic disease evaluation لازم نعرف وضعية المريض الصحي. The diagnostic criteria used in the classification system are
يعني شنو الدياجنوستيك كرايتيريا اللي من خلالها احنا راح نشوف الامور داخل فم المريض ونحكم على وضعية الفم او على وضعية الإدنتشلزم مالت هذا المريض. بالبداية البون هايت للماندبل، ايش قد ارتفاع العظم بالماندبل لهذا المريض؟ الماكسيلاري ماندبولار ريليشن شيب، هل هو كلاس 1 كلاس 2 كلاس 3؟ مثل ما نعرف احنا الكلاس 1 ستريت فورورد كيسز، بينما الكلاس 2 والكلاس 3 تحتاج سم موديفيكيشن. ريزيدوال ريدج مورفولوجي اوف ماكسيلا، يعني شنو المورفولوجي، شنو الشكل التشريحي للريزيدوال ريدج، وبالنهايه المسل اتاتشمنتس بالنسبه للماندبل. نجي بالبداية واحدة واحدة. bone height in mandible only. البون هايت بهاي الحالة راح يتحدد من خلال أخذ إكس راي بحيث نشوف الأبر بوردر واللور بوردر. طبعا هاي الإكس راي لازم إما تكون بماغنيفيكيشن واحد إلى واحد، يعني من نحسب حجمها أو من نحسب المسافات بيها لازم تكون مساوية للمسافات داخل فم المريض، او ان نستخدم او يعني معروف ايش قد الماجنيفيكيشن مالتها، مثلا الماجنيفيكيشن 30%، نحسب احنا مثلا 13 مليم على الاكس راي معناته 10 مليم انسايد ذا بيشنت ماوث. او حديثا اكو سي بي سي تي، سي بي سي تي الكوم بيم توموغرافي، يعني راح يكون قياساته ادق لان على الكمبيوتر ممكن قياسه بالمليم. عندنا 4 categories تبدأ من type 1 اللي هي البون هايت أكثر من 21 مليمتر، يعني 21 أو أكثر وهو الأفضل، كل ما كان عندنا بون أكثر معناته support أفضل للدنشر. type 2 البون هايت من 16 إلى 20، type 3 من 11 إلى 15، و type 4 وهو الورست يعني بالنسبة لأور دنشر اللي هو 10 مليمتر or less. طبعا وين المكان اللي نقيس فيه؟ هو thinnest part، مثل ما نشوف مأشر عندنا اقل مكان بي thickness هو اللي نعتمد عليه بالقياس. residual ridge morphology بالنسبه للماكسيلا، بالنسبه للماكسيلا عندنا فور عندنا التايبس هاي اللي هي مقسمه A B C D، وهي فور كاتيجوريز راح تعتمد على الاناتومي او المورفولوجي للماكسيلا. بالنسبه لتايب A هو الموست فيفورابل، vestibular depth and palatal morphology that resist vertical and horizontal movement، يعني بي depth بحيث يقاوم ال vertical وال horizontal movement للدنشر. sufficient tuberosity definition بين ال tuberosity bony tuberosity، hamular notch is well defined نقدر نشوفها ونحدد مكانها بسهولة. absence of tori or exostosis لأن التوراي والإكزوستوسيس راح تصعب. نجي بعدين تايب بي اللي هو من بعد تايب اي اقل شوية، loss of buccal vestibule، اكو نقص بالبكال vestibule مو كامل البكال vestibule. palatal vault morphology resist vertical and horizontal movement of denture base. tuberosity and hamular notch are poorly defined، ما نقدر نحدد مكانهم بسهولة وحجمهم مو كبير أو واضح خصوصا بالنسبة للتيوبروسيتي. maxillary palatal tori or lateral exostosis do not affect the posterior extension of the denture base، يعني ممكن يكون أكو tori أو أكو exostosis بس ما يأثر على ال posterior extension، بالتالي ما راح يأثر على ال vibrating line وال posterior palatal seal. وصلنا هسه ل type C، loss of labial vestibule بالبداية. palatal vault morphology offers minimal resistance، يعني ال palatal vault أو ال depth مالت ال palate هو shallow مو very deep، لذلك ماكو resistance للlateral movement. maxillary palatal tori or lateral exostosis do not affect posterior extension حتى type C، لأن إذا وصلت للposterior palatal seal معناته هذا تأثير جدا قوي على الدنشر. hyperplastic mobile anterior ridge offers minimum support and stability،
يعني بي بي هايبربلاستيك تيشو بالانتيرير اريا او فلابيرج بحيث ما بيها سبورت ريدكشن اوف ذا بوست مالر سبيس باي ذا كورونويد بروسيس ديورينج مانديبولار اوبنينج اور اكسكيرسيف موفمنت. طبعا معروف ان البوستيرير باكال فيستيبيول ياثر عليه الكورونويد بروسيس مالت المانديبل بكل الاحوال، لكن بعض الأحيان يكون هذا التأثير قوي جدا بحيث يسوي ديسلوجمنت للدنشر. فإذا كان التأثير قوي ويسبب ديسلوجمنت للدنشر، هاي واحدة من مواصفات تايب سي of ماكزيلا. نيجي الآن لتايب دي، اللاست وان أو الورست وان، loss of the labial and buccal vestibule، ماكو لا labial ولا buccal vestibule، يعني البون ريدكشن صاير قوي جدا انتيريرلي وبوستيريرلي. بالاتال فولت مورفولوجي نو ريزيستنس شالو ماكسيلاري بالاتال توراي اور لاترال اكزوستوسيس انترفيرز وذ ذا بوستيرير بالاتال سيل اريا هايبر بلاستيك تيشو ريدندنت انتيرير ريج بحيث ماكو سبورت بالانتيرير برومينانت انتيرير نيزل سباين. وهذا الشيء أيضا من الأمور المزعجة بالنسبة للدنشر واللي تحتاج ريليف. هنا إجينا للاست كاتيجوري للماكسيلا. بعد ذلك راح نتكلم عن المسل اتاتشمنت اوف ماندبل. عندنا كذلك بهذا النوع خمسة كاتيجوريز، 5 كاتيجوريز A B C D E. نيجي للتايب 1 الموست فيفورابل، عندنا اتاتشد ميوكوزال بيس without undue muscular impingement during normal function in all regions. يعني بكل الأماكن عندنا enough vestibule anteriorly, posteriorly, بالبكال, باللينجوال سايد. نجي للتايب B اللي هو أقل شوية من التايب A، عندنا attached mucosal base in all regions except the labial mentalis muscle attachment near crest of alveolar vestibule أو vestibular ridge. يعني بالتايب بي عندنا enough attached mucosa بكل الاتجاهات ما عدا الليبيال مالت الانتيرير area. نجي للتايب سي attached mucosa in all regions except anterior labial and lingual. يعني البي anterior labial، السي anterior labial and. نجي لتايب دي attached mucosal base only in the posterior lingual region. يعني احنا فاقدين الattached mucosa بالanterior labial lingual وبالposterior buccal. بقى عندنا فقط posterior lingual بتايب دي، بينما من نوصل لتايب اي نو attached mucosa in all regions. يعني بهالحالة اكو severe bone resorption وبالتالي ثبات اقل للدنشر من ناحية الريتنشن والستيبيليتي وحتى السبورت. نيجي بعد ذلك للمواصفة الرابعة أو الكاتيجوري الرابعة اللي هي ماكسيلاري مانديبولار ريليشنشيب. نيجي بالبداية كلاس 1 اللي هو الموست فيفورابل، أكثر شيء مطلوب بالكلاس 1 ماكسيلاري مانديبولار ريليشنشيب. This allows tooth position that has normal articulation with the teeth supported by the residual ridge. يعني نخلي الأبر على الكريست اوف ذا ريدج واللور على الكريست اوف ذا ريدج ويصير سبورت جيد له وماكو مشاكل بالنسبه للسبورت مالت الدنشر. بينما بتايب بكلاس 2 بكلاس 3 راح ياثر التوث بوزيشن، اما يصير outside the ridge أو inside the ridge، بالتالي راح يأثر على الاستاتيكس، على الفوناتيكس، على الارتيكوليشن وحتى على الريتنشن مالت الدنشر. Integration of diagnostic findings. The previous sub-classifications، يعني كل هالclassifications اللي قريناها لحد الآن الأربعة هي sub-classifications من classification واسع جدا مالت الACP اللي تكلمنا عنه. All of them are important determinants in the overall diagnostic classification of complete edentulous. In addition, variables that can be expected to contribute to increased treatment difficulty
are distributed across all classifications according to their significance. يعني كلها هاي المتغيرات ممكن نتوقع انها تأثر على زيادة الصعوبة بالنسبة للعلاج وعلى زيادة قبول او عدم قبول التريتمنت من قبل البيشنت. نجي الآن للarrangement of artificial teeth in abnormal jaw relation. يعني بحالة كان عندنا هذا, يعني هذا جزء ثاني من المحاضرة نتكلم به, بحالة كان عندنا الماكزيلا والماندبل مو جايات مقابل بعض, يعني مو جايات class 1 جايات class 2 أو class 3. Arrangement of artificial teeth in abnormal jaw relation, maxillary protrusion and wider upper arch بالclass 2 jaw relation, as the upper arch in this situation is further forward in the anterior region. The first problem is that of an excessive amount of overjet. أول مشكلة راح تواجهنا بهذا النوع إن الأوفرجت بين الـ upper anterior teeth والـ lower anterior teeth راح تكون عالية, يعني أكو هواية عندنا horizontal overlap which result in an abnormal upper and lower canine tooth relationship. No attempt should be made to reduce the horizontal overlap by moving the upper anterior teeth palatally or the lower teeth labially. يعني احنا نحاول الـ upper teeth على الـ crest مالت الرج والـ lower teeth on the crest of the ridge, نحاول نعوض الـ canine relationship بطرق ثانية مذكورة بالمحاضرة. من تقرون المحاضرة راح تلاقون شوية تفصيل أكثر عن الموضوع, لكن إحنا ما نحاول نرجع الـ upper anterior teeth palatally لأن بالتالي ما راح يكون أكو support للب, بالتالي ما راح يكون الـ position مالتها صحيحة بالنسبة للـ crest of the ridge, وكذلك بالنسبة للـ lower anterior teeth. إذا قدمنا الـ anterior teeth labially راح تطلع خارج الـ crest of the ridge, فأي ضغط يصير عليها ممكن يأثر أكثر, يسبب rotation, بالتالي يسبب dislodgement of the denture بالـ posterior area. نجي هسه للتكملة ما يخص هذا الموضوع. In this situation the lower crest of the ridge in the posterior region is lingual to the upper residual ridge. يعني راح تكون بهاي الحالات, بحالات ان الماندبل اصغر من الماكزيلا, حالات class 2, راح يكون الكريست اوف ذا ريدج باللور جايه فار لينجوالي مقارنه بالكريست اوف ذا ريدج بالابر ريدج. This relationship is not very common, but when present it may give rise to considerable difficulty in the placement of upper and lower teeth in their correct occlusal relationship. يعني احنا بالعادة ما نشوف هذا البوزيشن, بالعادة نشوف العكس, لان during resorption الماكزيلا تصغر مثل ما اخذنا العام الفات والماندبل يتوسع, فبالعادة احنا معظم الحالات حتى اذا natural teeth كانت الماندبل أصغر من الماكزيلا, بعد فترة من الريزوربشن راح تصير علاقتهم طبيعية أو بالعكس راح يصير الماندبل أوسع, لكن تبقى أكو بعض الحالات راح نبقى نشوف هاي الحالة بيها, خصوصا الحالات اللي عندهم يعني excessive أو abnormal reduction بالسايز مالت الماندبل. In such instances the upper arch is wider than the lower, and if the upper teeth are placed on the crest of the ridge, they will make inadequate occlusal contact with the correctly placed lower teeth. لأن الـ upper أوسع من الـ lower, بالتالي إذا خلينا كل واحد بالمكان المخصص إليه, يعني أسنان الـ upper على crest of the ridge, أسنان الـ lower على crest of the ridge, بالتالي ما راح يكون أكو articulation مناسب, ما راح يكون أكو contact مناسب. At the same time, if an attempt is made to occlude the lower teeth with the correctly placed upper teeth, the lower teeth will place too far buccally, leading to an instability of the lower denture. يعني إذا خلينا الـ upper teeth بمكانها وطلعنا الـ lower teeth buccally بحيث قابلة الـ upper teeth, بهالحالة راح اللور تيث ما تبقى على الكريست اوف ذا ريدج, راح تطلع بكلي, فمن يجي ضغط عليها راح يصير فالكرم, راح يصير انستابيليتي باللور دنشر.
This is much more determinal as the lower denture bearing area is already very small. يعني إحنا إذا بهاي الحالات نريد نتلاعب بالمكان مالت الأوكلوجين نحاول نتلاعب بالأبر أكثر من اللور لأن الأبر يتحمل lateral movement يتحمل rotational movements لكن اللور ما يتحمل lateral movements أو rotational movements لأن بطبيعة اللور هو أضعف أقل retention أقل stability من الأبر. هسه نجي للعكس mandibular protrusion and wider lower arch class 3 jaw relationship وهذا الكونديشن نشوفه يعني نشوف بحالات اكثر بهوايه من الكونديشن الاول لان حتى المريض اللي عنده class 1 ويصير عنده severe resorption راح تصير عنده ماكزيلا اصغر ماندبل اوسع بالتالي it will lead to class 3 jaw relation. This condition is characterized by the lower anterior ridge being forward in relation to maxillary ridge. This may vary from edge-to-edge relation where both upper and lower ridges are at the same level to a marked prognathism in which the lower ridge is forward in relation to the upper ridge. يعني هذا راح يكون أكو بيه هواية درجات. إما البروغناثيزم مالت الماندبل قليل جدا بحيث الأسنان كانت عند المريض edge to edge أو الأسنان هسه إذا خليناها على crest of the ridge راح تصير edge to edge مو class 1 وتوصل لحد جدا عالي بحيث إن الماندبل يعني حالات أخرى ممكن توصل لحد جدا عالي بحيث نشوف الماندبل متقدم مسافة كلش كبيرة عن الماكس. بالنسبة للحالة السابقة أكو بعض الحلول كذلك موجودة عندنا بالمحاضرة نقدر نقرأها وراح نتناقش بها كذلك بيوم المناقشة. نجي للarrangement of posterior teeth when the lower arch is wider بس هذا الجزء حبيت أشرح لكم إياه لأن بيه صعوبة فحتى يكون عندنا فكرة أكبر عنه. شنو الإجراءات اللي إحنا ممكن نسويها بالposterior area إذا كانت الماندبل أوسع من الماكزيلا؟ الحل الأول عندنا إذا كان الدفرنس بين الأبر واللور سلايد دفرنس يعني الفرق قليل بين الأبر واللور بهالحالة أنا أقدر أسوي الماكزيلاري تيث slightly buccally slightly labially مثل ما قلنا الأبر يتحمل هذا الموفمنت يتحمل ان الاسنان تكون شويه buccally لان الأبر اكثر stability من اللور. الحل الثاني اللي ممكن نسوي هو استخدام النون اناتوميكال تيث وهذا موضوع راح نيجي عليه السنه بانواع الاوكلوجن بالنسبه للكومبليت دنشر راح نشوف شنو النون اناتوميكال تيث. النون اناتوميكال تيث عباره عن اسنان ما بيها كاسبس فما يهمنا احنا ان عندنا اناتوميكال كاسب يعني اللور بكال كاسب لازم تسوي اوكلوجن بالسنترال فوسا مالت الابر مولرز والأبر باليتال كاسب لازم تسوي أوكلوجين باللور سنترال فوسا مالت اللور مولرز. لا بحالة النون أناتوميكال تيث الأسنان فلات بالأبر وباللور فما يهمنا إحنا وين نسوي الأوكلوجين سواء جايات إتش تو إتش أو سواء الأبر رايح بكالي أو اللور رايح بكالي هو فلات راح يصير أوكلوجين مناسب بكل الحالات عندنا. الطريقة الثالثة والأخيرة اللي راح نتكلم عنها إن إذا كان الماندبل أوسع بهواية من الماكزيلا بهاي الحالة راح نسوي يعني ريفيرس بايت يعني راح نعكس البايت بحيث الأبر بكال كاسب راح تصير inside the central fossa هو طبيعي إن الأبر باليتال كاسب تكون بالcentral fossa بهاي الحالة الماندبل أوسع بهواية إحنا نخلي البكال كاسب مالت الأبر هي اللي تسوي أوكلوجين بالسنترال فوسا مالت اللور ممكن هالشي نسوي من وان سايد وممكن نسوي من التو سايدز حسب الفرق بالمسافة والحجم بين الأبر واللور دينشرز.
لهنا نكون ذكرنا الثلاث طرق اللي ممكن نستخدمها بالارنجمنت من يكون بالبوستيريور تيث من يكون اللور عندنا وايدر من ذا ابر. هنا تكون انتهت المحاضرة وراح نستقبل أسئلتكم على الكلاس روم. الأسئلة القصيرة راح أجاوبها كتابيا على الكلاس روم، والأسئلة الطويلة راح أحاول أدزلكم ريكورد للإجابة عنها على جروبنا على الواتساب أو على التليجرام بعد ما نتأكد ونضبط وين الجروب. وإن شاء الله نشوفكم الأسبوع القادم على خير.